التصوير هو اختراع الهدف منه نقل صورة الواقع في لحظة معينة إلى صورة أخرى والاحتفاظ بها في أغراض مختلفة، وفي الغالب تكون ذكرى مميزة. تعالوا أصدقائي نتعرف على محل التصوير. غرفة التصوير كبيرة وواسعة، فيها أعمدة للإضاءة، وبينهما كرسي صغير للجلوس، وفيه كاميرات متعددة وبأحجام مختلفة، وفيه سترة كبيرة بلون واحد. إن مهنة التصوير جميلة، وأتمنى أن يكون عندي استديو جميل. مدارس جيل المستقبل الخاصة، تعليم خلاق نحو غد مشرق.